القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض ليلى جمالة العلوي التي قدمت له أوراق اعتمادها كسفيرة جديدة للمملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال هذا الاستقبال الذي جرى مساء أمس الاثنين، أعربت ليلى جمالة للرئيس الأمريكي عن التقدير الكبير واحترام الملك محمد السادس، مذكرة بأن المغرب والولايات المتحدة يجمعهما حلف تاريخي راسخ يعود إلى 20 دجنبر 1777 حينما أصبح المغرب أول أمة تعترف رسميا باستقلال واستياد 13 ولاية أمريكية ناضلت من أجل الحرية. وأكدت ليلى جمالة في هذا الصدد على أن البلدين الذين تجمعهما أقدم معاهدة الصداقة لا تزال سارية في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية، عملا على تضافر قواهما عبر التاريخ من أجل تعزيز القيم المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية والسلام والتسامح. وسجلت السفيرة ذاتها أن هذه المثل تشكل منذ عدة عقود قاعدة لشراكة قوية سياسية وأمنية وعسكرية تجمع بين الرباط وواشنطن، مشيرة إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى السنوية 240 التبادلاتنا الدبلوماسية. وبخصوص الإنجازات التي ميزت الشراكة التاريخية المغربية الأمريكية، أشارت ليلى جمالة إلى تعيين المغرب حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي، وإبرام اتفاقية لتبادل الحر سنة 2004، وإطلاق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب سنة 2012، مبرز أن الأمر يتعلق ببعض الأمثلة لأحدث الإنجازات التي تجسد علاقتنا الغنية والحيوية. وقالت الدبلوماسية المغربية إن الشراكة المتنامية التي تجمع بين المملكة والولايات المتحدة تحمل في طياتها وعدا بمؤهلات أكبر يدعمها الالتزام العميق الذي تم التعبير عنه على أعلى مستوى في الدولة، خدمة لمستقبل بازدهار مشترك ورؤية مشتركة لمختلف التحديات على المستويين الإقليمي والدولي. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط وأفريقيا، شددت ليلى جمالة على أن المملكة المغربية لن تدخر جهدا لدعم مبادرات الولايات المتحدة من أجل السلام والاستقرار والازدهار في هذه الأجزاء من العالم. وتابعت ليلى جمالة أنه كأمة جعلت دائما الهدف الرئيسي لسياستها الخارجية العمل على تعزيز السلام والأمن ودعم الاعتدال والحفاظ على الحرية العقائدية. ستواصل المملكة المغربية دعم جميع الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وقطع الطريق على التطرف العنيف وتعزيز التسامح. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.